اهلا وسهلا مشاهدينا، نفتح اخر نوافذنا الصباحيه في صباح الشروق للفنون. جولنا يعني تفاصيل خدميه ومنها جوانب تشجيعيه بالنسبه للشباب في مشاريع عملهم، مساحه اخرى يعني تشجيع منا لتجارب الشبابيه والاصوات الدافئه الفنيه لشباب هم خاضوا يعني المجال الفني بكل ما عندهم يعني عشان ياسسوا لمدرسه حقيقيه ومشروع حقيقي فني على يعني على عاتق الكبار أو مع الكبار يعني ينهلوا من مدارسهم. إحنا مبسوطين جداً إنه الآن نكون في الدويم، هذه البقعة الطاهرة الزاهية الباهية التاريخية بمختلف ثراء الفني والثقافي والتعليمي، واد بحر أبيض محمد أحمد الطيب، أهلاً مرحب بك صباحاً. صباح الخير عليكم، وشاكر جداً على الاستضافة الجميلة دي، وإن شاء الله كمان نقدم حلقة تعجبكم بإذن الله. إن شاء الله. طيب بداية المشاهدين اللي بتابعونا الآن كلهم وناس بحر أبيض داري يسمعوا صوتك يعني الدافئ ذا وصوتك النقي الشارب من النيل الأبيض، يعني نسمع شنو في البداية كذا مع المشاهدين؟ بداية أسمع أغنية صدمة كلمات والحان دكتور خالد فضل الله. ده أول عمل خاص؟ أول عمل خاص. تفضل. تفضل. مكانت يا حبيبة صدمتي كانت عذاب انقطع وتر المغني وانكسر عود الربا. كنت دايرك نور عيوني في حواسي منايا بني، كنت
يا سلام يا ابو حميد محمد، يعني دي صدمة شعر ولا صدمة مغني؟ شكلها صدمة مغني. الاثنين مع يعني الاثنين مع بعض. طيب انت بديت طوالي انك تتعامل مع شعراء وتعامل خاص عشان تأسس لمشروع خاص بك انت، ومعظم الشباب من الجيل الحالي هو بيأسس لمدرسة على مشوار الكبار يعني، فليه انت اخترت انه تمشي باعمالك الخاصة مع الاعمال المسموعة؟ والله طبعا معظم الجيل الحالي فانا شايفه منه بيميلوا للاغاني المسموعه وبيغنوا اغاني ما حقت ناس يعني، فالناس يعني اغلب الفنانين بيقوا ما الواحد ما بيرضى انه الواحد يشتغل عمله، فالحاجه دي انا فقلت انه لازم ابدا بحاجاتي انا الخاصه عشان ما اخش مع ناس في يعني معظمهم مثلا الاغاني المسموعه اللي عند الناس لانه حافظينها في ودانهم لما نتغنى بها الفنان بتصل اكثر وبحبوها الناس على حسب حبهم للفنان المعين، فممكن الشباب بيميلوا انه يغنوا اغاني مسموعه عشان يصلوا اسرع، فده تحدي منك انك يعني ما يعني ما ترددت ولا لحظه انك تلجا للعمل الخاص بعيدا عن الاغاني المسموعه. والله انا طبعا بحب الاغاني المسموعه جدا، الاغاني فنانين، لكن زي ما قلت انه يعني في كميه من المستمعين بيحبوا انه بصوت الفنان ده نفسه، فانا ما داير امشي اغني حاجه حق الزول عشان الناس تقوم تشتمني والزول ده الحاجه دي ما بيقدر عليها وكده، فانا اضطريت انه انا اعمل شغلي الخاص بي انا، فعايز الناس تسمع لي حقي انا. ولا حتى السقط على الحقوق في الحفلات والعدادات بعمل خاص. طيب نحن بدنا نتكلم هون اكثر ونعرف كل المشاهدين وبصوتك كمان لكل الناس في الساحه الفنيه انه يستمعوا لك، وان شاء الله تاسس لمدرسه متينه ان شاء الله. تفضل تعالى نسمع شنو معك. نسمع اغنيه ابوي كلمات والحان الاستاذ فضل ابو لين. برضو عمل خاص. برضو عمل خاص. تحية لك وتحية لكل آبائنا يعني، والرحمة المغفرة للرحلوا كمان إن شاء الله يا رب. إياك والدنا وبعيدك نحن ربينا غير رزق الحلال، غير رزق الحلال بتم الجينة. مسهر مسهر الليل سجد سجد عشان تنوم عينينا عن النوم يطير، عن النوم يطير يا يابا تسلم لينا. ايدك بالحلال ربتنا يا ابوي، وتسلم ايدك ربتنا يا ابوي، ايدك بالحلال ربتنا يا ابوي، وتسلم ايدك ربتنا يا ابوي. فينا شفاك في سيل دم وفين حر الهجير غطتنا يا ابوي، كليت وقلت بدرت يا ابوي، ولا في الفارغة اتفاشرت يا ابوي، لا كليت وقلت بدرت يا ابوي، ولا في الفارغة اتفاشرت يا ابوي، طوبت المر علينا صبرت وحدك يا ابا ما قصرت يا ابوي. نزل العايلة يا أبوي، أكم
قشيتي مو عن سهايلة يا أبوي، ركازتنا سند العائلة يا أبوي، أكم قشيتي مو عن سهايلة يا أبوي، من الغيرك بعدل المايلة يشفي على ضيوف القايلة يا غيرك بيعرف الفطانة يا أبوي، من البلغول الدروس حجانة يا أبوي، من غيرك بيعرف الفطانة يا أبوي، من البلغول الدروس حجانة يا أبوي، صدرك من الصعب لما أنا من الصعب لما أنا لا قلنا يا بكفانا يا أبوي، إيدك بالحلال ربتنا يا أبوي، وتسلم إيدك ربتنا يا أبوي، إيدك بالحلال ربتنا يا أبوي، وتسلم إيدك ربتنا يا أبوي، مين نشفت بسيل الدم ومين حر الهجير غطتنا يا أبوي. لكل آبائنا يعني هم دائما بيمدوا انه نحن نكون بخير وفي خير، بياسسوا لحياه متينه وبيدعموا عشاننا يعني، فالتحيه ليك وتحيه لاسرتك كمان. على صعيد الاسره، وانت ذكرت الاب العمود الرئيسي يعني في الاسره، الاسره فنيه، ودائما اي واحد لما يبدا في بدايته الفنيه في جانب الغنى بالتحديد مرات بيلقى صعوبه، فلكن انت في جانب مشرق، انت لقيت دعم من اسرتك، بتكلم عن شكل الدعم كيف يعني؟ هل حتى برضه في الاعمال الجديده انت بتاخذ رايهم بالنسبه لخوالك برضه او اعمامك اللي عندهم يعني في المجال الفني؟ انا عندي خالي اسمه فضل ابو لين، شاعر وملحن، فخالي برضه هشام دفع الله، فالناس دي يعني انا من قمت يعني هم معاي من بدايتي، فدائما يعني بيساعدوني وبيدعموني، فبنكون قاعدين يعني نغني مع بعض وبيشجعوني، انت صوتك حلو ما شاء الله، غني غني غني، ان شاء الله كمان بيقول لي قريب ان شاء الله احنا حنشوفك في الغمه كده ان شاء الله، فدايما داعمني يعني وسند لي. فالاسره الكريمه برضو يعني ما شاء الله، جميع الاسره انا بحييهم من هنا، فبقول لهم ان شاء الله كمان دايما تامين ودامين، وربنا يديكم الصحه والعافيه، ودايما هم سندي والدعم الاول هم بالنسبه لي كمان. بتستشيرهم في خوالك يعني في اختياراتك؟ طبعا يعني صارمين ولا بيمشوك يعني مرات؟ لا ما بيمشوني ساي، هم صارمين يعني، انا بعد مثلا القى عمل فبمشي بستشير خالي انه العمل ده عجبني انا، فبستشيره يشوف العمل ده يعني انه هو ذو خبره اقدم مني، فالعمل ده اذا بيجي معي كلمات ورصين وكلمات حلوه فبيقول لي ما في مشكله، فاذا كلماته ما عجبته ما حلوه بيقول لي لا ما تشتغل يعني، صارمين معي. طيب وانت من النيل الابيض لهنا الخرطوم، المركز الخرطوم ما شاء الله يعني كل ما تعاين في اتجاه ولا زقاق سايب بتشوف فنان يعني، فده جانب يحمد لكن لتاسيس مشروع يعني حقيقي، مشروع فني حقيقي، ما الانتشار بيكون في السوشيال ميديا خلاص بفتره زمنيه وبينتهي يعني، فبرضه كيف تاسيسك هنا ده، تعاملك برضه كيف مع الشباب الفنانين من جيلك برضه ولا الفنانين يعني اجتماعاتك معاهم كيف؟ والله اجتماعاتي معهم يعني كويسة شديد، أنا ما لسه ما اجتمعت بهم كلهم، لكن يعني في كمية من الفنانين الشباب أنا اجتمعت بهم، منهم الفنان صديق عمر، فقعدنا مع بعض، فزول أخوي شديد ربنا يديه الصحة والعافية. يا والتحية، صديق برضه بيكتب براءة وبيلحن وبيغني. فعلا منهم برضه الفنان الشاب سعد، برضه يعني زولنا شديد. فيعني أنا خايف إنه أنسى اسم سهوا، فكلهم يعني اليوم التحية كلهم. اليوم التحية والتقدير. أي حاجة أتكلم معاه هنا تاني. يعني ناخذ نموذج ثاني من اعمالك، هنسمع معك شنو؟ حنسمع قلبي متعذب، كلمات والحان، كلمات دكتور خالد فضل الله، الحان فضل ابو لين، نسمع اللي هو الحان الخال، الخال والخال والد، تفضل. <تصفيق>
موجود عزفي من ظلم وما مرتاح قلبي مدعزي من ظلم وما مرتاح هل عاش في قلبي من خانوا للأفراح قلبي مدعزي حبيب قاسي خلانا زي يغرق ظالم حبيب قاسي خلانا زي يغرق بعد العالم ناسي عزب عشان حساب بس الله يشوف دنياه قاسية ترى أنا بس الله يشوف دنياه قاسية ترى زي ما ظلم حبي وقساوت عذاب صحت قلب وتاب لو نار والأجواء صحت قلب وتاب أنا قلبي ذات عزيز ما بلقى مين جواب مدعزي من ظلم وما مرتاح قلبي مدعزي من ظلم وما مرتاح هل عاش في قلبي والخان للأفراح يا سلام إن شاء الله بعد الشر طيب يا محمد في المساحة قبل ما نختم معاك يعني أنت بتخطط لشنو بالتحديد يعني في الفترة دي يعني في معظم الشباب في جيلك أو من جيلك بخططوا لمشروع فني معين يعني في ناس بيهتموا بالتراث في ناس بيهتموا بالشل يعني الأغاني الحماسية والتأصيل لها وأي زول في اتجاه معين انت حاب بتجمع كوكتيل كده كله مع بعض ولا بتأسس شنو بالتحديد والله يا أنا حابي أجمع يعني كل الأغاني دي لما قلت ميكس يعني حابي انا اغني ايه اغاني تراث اغاني وطنيه اغاني حماس في الحياه دي انا حابي كلها اجمعها كده مع بعض يعني عندك مشاركات لو كان في الجامعات او كده بخصوص أيوة. المشاركات الوطنيه يعني مع الشباب ايوه عندي مشاركات في جامعتنا في انا طبعا بقرا في اكاديميه السودان المصرفيه والماليه التحيه لهم مشهورين بمصارف فيعني شاركت في عده برامج في الاكاديميه وبرضه شاركت في برنامج في الدويم في جامعة بخت الرضا كان برضه اشتغلت حفلة بتاعت استقبال فكمية يعني من الجامعات اشتغلت فيها حاجة جميلة انه زول يسوق لنفسه يعني التسويق لشخصيتك الفنية ولأعمالك مهم جدا اهتمامك كيف بالسوشيال ميديا يعني بخصوص اغنياتك بالذات يعني التيك توك ده لانه سريع شديد بالنسبة للشباب والله طبعا السوشيال ميديا يعني هي الاساس زي ما بقولوا في الوقت الحالي فيعني عامل صفحتي الخاصه بي في التيك توك وفي الفيسبوك في الانستغرام في تليجرام في كل يعني مواقع التواصل انا عندي صفحه قاعد انشر فيها الاغاني بتاعتي الخاصه احنا مقدرين جدا حضورك محمد احمد الطيب على حضورك صباحا نحن حنختم معك
نودع المشاهدين ونسمع معها آخر أغنية يعني نودع بها المشاهدين. شكرا مشاهدينا لكرم المتابعة. محطات جولنا من خلالها مواضيع مهمة من الأسرة والمجتمع حتى التجارب الفنية الشبابية. كتر خيركم، كتر خير كل تيم العمل اللي سعيت جدا بكل هذا الجهد المباشر. نختم معك يا محمد. والله التحية لكم، أنا شاكر لكم جدا جدا على الاستضافة الجميلة، فإن شاء الله ربنا يوفقكم. وشاكر جدا جدا للسادة المتابعين ولكل أهلي والناس الداعمين يعني المتابعين يعني المتابعين الآن. أنا والله بقول لكم إن شاء الله ربنا يديكم الصحة والعافية ودائما كده سندي وداعميني إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. تفضل أغنية الختام، مع السلامة مشاهدينا لحد ما نتلاقى تاني. نسمع الصداقة إحساس جميل، كلمات والحان كلمات دكتور خالد فضل الله، الحان أيمن بشير النور. تفضل. عزيز نو عزيز هواي ما برضى لنفس البخون، عزيز نو عزيز هواي ما برضى لنفس البخون، خليه يبعد عن سماي خليه يغرق في الظنون، ما برضى لنفس البخون، صحبة شنو الما غدرا لو أصيل ما عظيم بخون، ما برضى لنفس البخون، عشرة شنو الما غدرا لو أصيل ما عظيم بخون، ما برضى لنفس البخون، فوت من دروب وغادرا عزيز هواي ما برضى لنفس البخون، عزيز نو عزيز هواي ما برضى لنفس البخون، دي الصداقة احساس جميل أساس قلب دايما حنوم، ما برضى لنفس البخون، دي صداقة أحساس جميل أساس قلب دايما حنوم، ما برضى لنفس البخون، عرفوا يا مرد الجميل، عرفوا يا مرد الجميل، ما برضى لنفس البخون، عزيز هواي ما برضى لنفس البخون، عزيز نو عزيز هواي ما برضى لنفس البخون، نفسك عزيزة وما مهم لو زادوا نسفك وقطعوا، ما برضى لنفس البخون، نفسك عزيزة وما مهم لو زادوا نسفك وقطعوا، ما برضى لنفس البخون، عارف مكانتك دي الأهم، عارف مكانتك دي الأهم، عزيز نو عزيز هواي ما برضى لنفس البخون، عزيز نو عزيز هواي ما برضى لنفس البخون، خليه يبعد عن سماي خليه يغرق في الظنون، ما برضى لنفس البخون.